وناصر اني يقول ان بعض المحاذي مو حله به لغز بين الناس ومن الناس ماشي له حلول مهما يكون اللغز حق الله فينا نجهله يا رب ترحمنا بلا ميزان نجهلها جهول لو ذكرته الزم في لسان الصمت يا ابو محوله وان حتخبر قال صامت ليش قل لي لا تقول والقول ما قله وذل بين الرجال مداوله دي ما تجدد هرجها ولا تقول انه يدول لو كان هلا قلقله وش قال لك وش قلت له قولا بلا تفصول ومخالف مسارات الوصول شوري عليك الصمت واخذ الاخره في الاوله لو قلت انا المسؤول شلتك الغوادي والسيول ولا تحملت العتب لو كنت ما اوديت له تتحمله مغصوب ما دامك مطيه للحمول من مات مو من مستقي مستور موته عزله وافضل من الباقين في الدنيا من اقلال العقول لا مال في الشوكه ولا هي راسيه ومعدله لا نجهل الصايب ولا نوجد نصف بين العدود وانظر وقيس الفرق بين الديوله والقبيله وتقبل القبله وصل واسال من الله القبول وانتهت من حصن السروق انشد خليفه المسفله حصن ابتنى عطاع وبنيه وحداته سهول والثاني الحصن ابتنى سده حديث مقابله وايام بعد ايام ماشي قفله ايام طول هذا وكل سفل انقفل بقول ربي قفله سبحان في يده مفاتيح الخزينه والقفول باذنه يقف الباب ويفك باب له للمرجله لو كان في الدنيا ندم كل حي له راس ورجول ياما من الفرسان دايم تذكره وتخيله في ساير الشيبان والشبان فرسان الخيول بيده يسلسها ولا فات اللجم يتناوله ومن قال عينك في جواد الاصل ولا في الذلول بقول في الجواد ولا في جواد محجله دماء عليها حجل ما تسري مع عمات الحجول انا كتبت القول واغريت هديه مرسله واقصد به الشعار واهل المعرفه عرضا وطول وانحد معاه في الراس شي يرسل بدون مجامله فاهم انها التفصيل بفرح به وكل شي له فصول واحنا من اهل الوصل ما نبدا بقطع مواصله وانحد قطعها ما ترجيته يعجل بالوصول والختم صلينا على من خصها الله وارسله واحنا عبيد الله يا مرنا نصلي على الرسول مؤمن ومسلم ديننا الاسلام ربي فضله والمسلمين اهل التقى واهل الكرم واهل الفضول والنائبات احنا الهاء واحنا نموت مسابله مت في سبيل الله وتصدق بحبك والسبول وانفق من المخزون وترقب نهار الزلزله لا زلزلت وانزال من فيها لحيا لا يزول شوف من ظهر له صيت بين الناس ما حد نزله لو قالوا اصحاب المثل بعد الطلوع يقح زولوا